اهلا بيكم في احلى مكاتبي، معاكم لاتينو. النهارده هنشرح اول بلاجن من شركه ارتوريا، وهو كومبريسور 1176. الاغنيه ديت احنا كنا عملنا لها ميكس فروم اي تو زد، موجود هنا البلاي ليست على اليوتيوب، تقدر تتفرج عليها. ميكساج اغنيه اهيا للي للفنان محمد نصير باستخدام البلاجن بتاعه ستوديو 1. فدلوقتي هنبدا نبدل بعض الكومبريسور ونستخدم كومبريسور 1176. هنبدا بالفوكال، تعالوا نسمع الفوكال دوت الاول عشان اقول لكم ايه المشاكل اللي موجوده فيه، وبعدها نشرح الكمبريسور عشان نشوف ازاي هنحل المشاكل اللي موجوده في الفوكال دوت. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري، وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري. الفوكال دوت من لايف بيرفورمانس، فهو شويه كان فيه بروكسيميتي افكت، احنا قللناها بالاكيو، بس هي برضو مش كفايه اللي احنا عملناه. ولو جينا استخدمنا الاكيو اكتر من كده هنبدا نفقد البادي اللي موجود في الصوت. وكمان في مشكله تانية ان هو الاس اس فيه شويه شارب، يعني احنا كنا محتاجين ديسر، بس استوديو 1 اصلا ما عندهمش ديسر. فتعالوا نشوف الكمبريسور دوت مبدئيا لو احنا عملنا سولو على الفوكال للاغراض بتاعه الشرح عشان نعرف نسمع بتركيز، نشوف لو احنا فتحناه وقفلنا ايه اللي بيحصل في الصوت عندنا. هل هو بيضيف جين زي باقي البلاجن اللي هي موجوده في السوق، ودي بتبقى حاجه وحشه ان هي بتخدعك ان انت بتشوف ان الصوت عالي. فتعالوا نسمع نعمل التيست دوت نشوف اليونت جين بتاعته. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري. اوكي almost انت ما بيحصلش اي تغيير في الجين عندنا، وده ممكن لو انت بتسمع تغيير في حتت من ان احنا بنقفل وبنفتح ممكن يبقى من الاوتوميشن اللي هو موجود على الفوكال، لكن مش زي شركات كتير لما بتيجي تجرب اي بلاجن من عندهم بتيجي تقفل وتفتح تلاقي الصوت عالي، فانت بيضحك عليك ان الصوت عالي فتقول واو الكمبريسور دوت بص خلى الصوت عامل ازاي، او الاكيو دوت خلى الصوت عامل ازاي، وهكذا. مبدئيا لو انت بقالك فتره في المجال اكيد سمعت عن كومبريسور 1176. تعالوا نبص على الكمبريسور بتاعنا. الكمبريسور دوت ما فيهوش ثريش هولد، فانت بتوصل للثريش هولد بتاعتك ازاي؟ عن طريق ان انت بتزق الانبوت، وهو هنا في زرار عامل لينك للاوتبوت علشان لما تيجي تقفل وتفتح يبقى انت بتسمع على نفس الليفل. فتعالوا من الوضع الديفولت بتاعنا نبدا نعلي كده عشان نسمع صوت الكمبريسور، نشوف هو بيضيف ايه عندنا، ونشوف هل فعلا الكومبنسيت اللي بيحصل دوت اكيوريت ولا لا. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري. الكومبنسيت مش اكيوريت، فانت هتحتاج تفك اللينك وتبدا تعلي الجين شويه عشان تبقى واقف على نفس الليفل. السطوح والناس لا تدري. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري. احنا تقريبا دلوقتي بقينا واقفين على نفس الليفل، وبقينا في كومبريسور بيحصل عندنا في شاشه الجين ريدكشن. فدي اول حاجه تاخد بالك منها لما تيجي تتعامل مع الكومبريسور دوت علشان تعرف تشغله وتبدا تسمع الصوت بتاعه. بعد كده عندك الاتاك وعندك الريليز، وفي الكومبريسور دوت هم محطوطين بالعكس، يعني كده اسرع حاجه في الاتاك وكده اسرع حاجه في الريليز، وطبعا العكس. وهم هنا كمان الشركه كاتبه ان دلوقتي هنا سلو، لو انت بتنزل السهم كده يبقى ناحيه السلو، لو انت بتودي السهم كده يبقى انت بقيت ناحيه الفاست. بعد كده عندك الريشيو بتاعتك، عندك 4 وعندك 8 وعندك 12 وعندك 20 وعندك اول، يبقى كل الزرار دي متعلم عليها، وكده الكمبريسور بيشتغل بمود اسمه بريتش مود. تعالوا نشوف الفرق بين الاربعة وبعدين نشوف البريتش مود. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري. طبعا لما خلينا البريتش مود اللي هو اول باتن في الريشيو شغالين بدا يبقى فيه كومبريشن اكتر، وده شيء طبيعي جدا. بس الحلو ان انت محتاجتش تعدل الجيم بتاعك كتير، يعني ما حصلش جين ريدكشن كتير، في بيهايند ذا سين في زي ما تقول كده اوتوماتيك كومبنسيشن شويه، فبيخليك لما بتفعل البريتش مود وتيجي تفتح وتقفل مش بتحتاج تعدل الجين ستراكشر بتاعك تاني كتير. فديت برضو حاجه وميزه من المميزات الحلوه عندنا. بعد كده عندنا الشاشه بتاعت الميتر، بتقدر تعرض الجين ريدكشن وبتقدر تعرض الانبوت وبتقدر تعرض الاوتبوت، وعندك زرار كمان
ميكس عشان لو قررت تستخدمه as a parallel compression بتقدر تنزل الزرار دوت وتبلند الكمية بتاعت الكمبريشن مع كمية الصوت الأصلي. يعني لو انت عملت كده هيبقى فيه 20% من الصوت اللي انت سامعه compressed وفي 80% من الصوت اللي انت سامعه uncompressed من السيجنال الأصلية بتاعتك. ايه الجديد بقى هنا عندنا في الكمبريسور دوت؟ ان هو في حاجة مهمة جدا احنا هنستخدمها مع المثال دوت هتفيدنا كتير. ايه هي؟ اللي انت لو دوست على التاب بتاعت Advanced بتبدأ تظهر لك زراير تانية. انا عايز ارجعه للحالة بتاعت الديفولت، فبنفتح البريسيت بتاعتنا من هنا واختار ديفولت في كل حاجة ترجع عندنا تاني. وممكن كمان نصغر اللوب بتاعنا، يعني نختار جملة من النص بس علشان ما يبقاش في وقت طويل بنسمعه والسكوت اللي في الاول يأثر على تركيزنا. نفتح الكمبريسور بتاعنا تاني ونشوف دلوقتي لو دوسنا لسن المفروض دلوقتي هو بيسمعك التكتشر بتاع الكمبريسور، الصوت بتاع الكمبريسور. تعالوا نسمع ونشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل من غير لما احنا نعمل ده الاب للزراير بتاعت الكمبريسور عندنا. السطوح والناس لا تدري، فوق السطوح والناس لا تدري، فوق السطوح والناس لا تدري. طيب انا سامع ان دوت كتير جدا على اللي الكمبريسور بيعمله، لان احنا دلوقتي لما جينا بنفتحه ونقفله من غير لما نعمل كده التكتشر اللي انا ودني جايباه، وممكن يكون دوت مني انا بس، ممكن حد تاني يبقى مش سامع ان هو صوته عامل كده، ان هو ضاف بس شوية سنة جريد بسيطة مع هاي اند بسيطة جدا في الفوكال. ركز هنسمع قبل وبعد، وركز على الحروف اللي هي بتبين لك الهوى اللي انا بتكلم عنه اللي هي فيها فوق السطوح والناس لا تدري، فوق السطوح والناس لا تدري، فوق السطوح والناس لا تدري، فوق السطوح والناس لا تدري. فهو الحاجة اللي غير فيها من سمع انا ان هو غير شويه في الهاي اند اللي موجوده في الصوت، بان هو حط هارمونيك ساتوريشن على الهاي اند اللي موجوده عندنا. تحت بقى هنا في حاجات مش موجوده في كومبريسورز كتير محتاجين نبص عليها عشان هنستخدمها في الاكزامبل بتاعنا، لان هي هتفيدنا في ان احنا نشيل كتير من المد اللي موجود في الصوت دوت. تقدر تستخدمه كساتشن، يعني مثلا تحطه على البيز وتديله اوردر ان لما الكيك تشتغل يوطي البيز عندنا. فبتيجي هنا في الادفانسد سايد تشين كنترول تخلي ديت اكسترنال. دوت اول زرار عندنا في الادفانسد. بعد كده لو انت جيت وقفت على اي زرار هنا بتظهر تول بار تقول لك هو بيعمل ايه. دوت تقدر تعتبره لوك اهيد فانكشن، بس باي ديفولت انت حاول توصل للنتيجه اللي انت عايزها من السيت اب بتاع الكمبريسور ذات نفسه. بعد كده عندنا هاي باس فلتر، بس ده للديتكشن سيركت، يعني مش هيأثر على الصوت الاصلي. صوت زي اللي عندنا دوت احنا سامعين ان هو فيه ستيل لسه فيه مد حتى بعد الاكيو اللي احنا عملناه، فممكن تفعل السكشن دوت وتبدا تحرك الزرار دوت زي مثلا لما تختار 100. معنى كده ان الكمبريسور الفريكوينسز اللي هتبدا تحركه من بعد 100. طبعا لما بنشيل اللو اند من السيركت ذات نفسها بيبدا الكمبريسور يتنفس اكتر، وخاصه في صوت زي دوت هو فيه مشاكل في اللو اند، فاحنا مش عايزين نعملها كومبريس فالليفل بتاعها يعلى يسبب لنا مشكلة عندنا. فدوت حاجة من الحاجات الجميلة اللي ممكن ما تلاقيهاش في ايميليشن تانية كتير من 1176. زي ما عندنا برضو هاي باس فلتر عندنا لو باس فلتر، ان انت مثلا لو بتستخدمه على درام لوب وجيت تعمل الكمبريسور بتاعك على الدرام لوب لقيت ان السامبلز والكراشز بقت اوفر، بقى صوتها عالي جدا او صوتها تأثر بشكل انت مش عايزه، فبتبدا تخرجها من السيركت. زي مثلا انك تختار ان هو يبدا يخرج عندك السيركت بتاعت الكمبريسور من بعد 6000، ما يبقاش بيسمعها الكمبريسور ولا بيعملها كومبريس. بس دي مش البيج تريك بالنسبه لي انا، التريك بالنسبه لي وكانت الحاجه العظيمه جدا في الكمبريسور دوت الباند اللي موجوده هنا دي. البند ديت انت بتقدر تستخدمها انك تعمل تكنيك في الكمبريسور اسمه امفسايز ودي امفسايز. دوت معناه ايه؟ ان صوت زي دوت مثلا في مد عند 200، فبتقدر توقف الفريكوينسي هنا عند 200 وتبوش الجين للسيركت بتاعت الكمبريسور. يبقى انت هنا بتقول للكمبريسور انت هتضغط الصوت عادي جدا، بس هتركز لي على المنطقة دي لان هي فيها بيلد اب، لان هي فيها حاجة مش عجباني وهتشيلها من الصوت. وحاجة تانية من الحاجات المميزة جدا في الكمبريسور دوت ان هو فيه زرار كمبريسور رينج. زي ايه؟ زي مثلا انت دلوقتي كنت عامل لوب على جزء زي كده وظبطت الكمبريسور ان هو ماكسيمم اعلى حاجة يوصل لها 5 دي بي، بس جيت في اجزاء تانية لقيته بدأ مثلا يضغط
بعض الحروف او بعض الضربات في الحاجه اللي انت شغال عليها يخليها مثلا تضغط لغايه مثلا 10 dB، فبدات تسمع ان في كومبريسور. بدل ما تعدل السيتنج بتاعتك تاني اللي موجوده ديت ويرجع دوت ياثر على النتائج اللي كانت مظبوطه عجباك، بتقدر تحط ليميت للجين ريدكشن. تحط ليميت للجين ريدكشن زي ما تقول له 5 dB. يبقى معنى كده هو اي حاجه هتخلي السيركت تضغط اكتر من 5 دي بي هيتعامل معاها بمنطلق ان هو بيشيل منها بس 5 دي بي، مش هيشيل منها اكتر من كده. دوت كان الشرح بتاع الكمبريسور. تعالوا بقى نعمل له دايل اب ان احنا نحل المشاكل اللي موجوده في الصوت ديت ونتعلم تريك تانيه فيه. السطوح والناس لا تدري، فوق 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 السطوح والناس لا تدري، والناس لا تدري، فوق السطوح 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 والناس لا تدري. انا مبدئيا النتائج ديت عجباني، بس عايز شويه استخدم الفانكشن دي ان هو ما يضغطش اكتر مثلا من نقدر نقول 4 dB. وتعالوا نسمع الصوت مع المزيكا عشان تبقى النتائج ريليتد اكتر بالكونتكست اللي عندنا. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري، 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 وطلعت. زي ما شفنا ان هو ساعدنا كتير في المشاكل بتاعه الاكيو اللي هي موجوده في الصوت دوت. في بقى تريك تانية انت ممكن تعملها بالكمبريسور دوت يساعدك ان انت تركز كمان على مناطق اكتر في الصوت. زي الصوت اللي موجود عندنا دوت، احنا سامعين ان هو في مشاكل في الهاي اند ومحتاج ديسر، وبريسونس ما عندهمش ديسر. فانت تقدر تعمل ايه؟ تقدر تاخد كابي تاني من الكمبريسور اللي موجود دوت وتفتح الادفانس تاب بتاعتك، ماشي، وتخليه ده يبقى ديفولت. لو دوست دبل كليك على اي زرار بيرجعه تاني للديفولت، وتخلي الكمبريسور بتاعك يشتغل على منطقة قليلة جدا من الترددات، زي المنطقة مثلا اللي هي من 1200 لغاية مثلا نقدر نقول 8000. ده يبقى سكند كومبريسور يشتغل على الفريكوينسز اللي موجوده في الرينج دوت عشان يشيل لنا اي هارشنس او اي نزل في الصوت او اي حاجه عندنا بتخلينا محتاجين نستخدم ديسرز او نستخدم مالتي باند كومبريشن عشان يسيطر على المنطقه دي. فوق السطوح والناس لا تدري، وطلعت 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 فوق
تبقى السطوح والناس لا تدري وطلعت فوق. تعالوا نسمع الفوكال قبل التو كومبريسور كان عامل ازاي وبعدهم بقى عامل ازاي. تبقى السطوح والناس لا تدري وطلعت فوق. فوق السطوح والناس لا تدري وطلعت فوق. السطوح والناس لا تدري وطلعت فوق. السطوح والناس لا تدري. تاني كومبريسور انا شايف ان هو شوية هارد، احنا محتاجين نقلله عشان الكاركتر بتاعه ما يأثرش على التون بتاع الفوكال بتاعنا. فهنعمل بليند، يعني هنخلي اجزاء من الكومبريسور دوت موجودة والصوت الاوريجينال موجود اكتر. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري وطلعت فوق. 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 السطوح والناس لا تدري. اوكي، احنا ممكن كمان نعمل حاجة حلوة في تاني كومبريسور فيهم، ان احنا نبدأ نخليه يركز اكتر على المنطقة اللي فيها السينات، اللي هي الرينجز اللي ممكن يكون فيها الاسس بتاعتنا، والكمبريسور ده نسيبه عادي جدا هو اللي مختص بس بالمنطقة دي، ونسمع نشوف النتيجة دلوقتي بقت عاملة ازاي. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري وطلعت فوق. 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 السطوح والناس لا تدري. يلا بينا نسمع النتيجة بتاعت التو كومبريسور قبل وبعد مع الميوزك. وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري وطلعت فوق. 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 السطوح والناس لا تدري
وطلعت فوق السطوح والناس لا تدري. ده كانت حاجة جميلة جدا، ساعدنا في ان احنا نحل مشاكل من الاكيو اللي هي موجودة في الفوكال. عايزين نفتح واحد منه على الاستيريو علشان لو دوسنا ادفانسد هنا بنلاقي فيه حاجة متغيرة عن المونو. دلوقتي عندك بقى الديتكشن سيركتس بتاعتنا فيها كذا مود. لينكد معناها ان هو دلوقتي صوت زي ده عندك القناة الشمال فيه بيجي فيها بيكس اعلى من القناة اليمين. لو انت سايبه لينكد يبقى لما تيجي بيك عالية زي ديت هتضغط معها الناحية ديت كمان، دي حاجة ممكن تكون انت محتاجها وممكن تكون انت مش محتاجها. لو خليته دول هيبدأ يشوف كل ناحية لوحدها ويضغط على قد ما هو محتاج في الناحية اليمين او على قد ما هو محتاج في الناحية الشمال. لو خليته ميد اولي فهيبقى اللي بيحركه الديتكتور اللي هو موجود، الانفورميشن اللي موجودة في الميد بس. لو خليته سايد فهيبقى بيتحرك على الحاجات اللي هي موجودة على جناب السماعات بس. لو خليته ريفرسد معناها ان لما تيجي حاجة عالية في الناحية الشمال هتضغط الناحية اليمين اكتر، ودي حاجة انا شايفها كرياتيف ممكن الناس اللي بتعمل ساوند ديزاين تستخدمها بشكل اكتر من الميكسنج، لان في الميكسنج مش شايف ليها قوي سيتويشن انت ممكن تحتاجها فيه. لو جينا على صوت زي دوت وجينا عملنا لوب على مثلا الجزء ده علشان نشوف احنا ممكن نستخدم الكمبريسور دوت ازاي. ممكن نستخدم السيركت بين مثلا 2000 وبين 3000، ممكن نضغط عليها شوية بالكمبريسور بتاعنا. اوكي طيب تعالوا نسمع مع المزيكا قبل وبعد الكمبريسور. تدري رأيت بنت الجيران على السطوح تجري. 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 أنا بدأت أشوف إنه هو شوية في النوتة العالية دي بدأ يشتغل كتير. هنا بقى نشغل الفانكشن ديت إن إحنا نقول له لأ، حتى لو جت حاجة محتاجة انك تضغط كتير ما تضغطش مثلا اكتر من 5 dB. احنا مش عايزين يعني نغير الديناميكس اللي موجودة في الآلة، احنا عايزينها بس تبقى still in place كده، ما تبقاش بتنط فوق الفوكال كتير. تدري رأيت بنت الجيران على السطوح تجري. تعالوا نسمع بقى اخر حاجه عشان نعرف الزرار بتاع الرينج ده بيعمل ايه بالظبط بيه ومن غيره. لما نسيب الفول كومبريشن تجري ضميت طوح تجري كده بقى موجود عندنا مع الميوزك بشكل شوية ستيبل، وفي نفس الوقت ما ضغطناش الديناميك بتاعته جامد.
دوت شرح كومبريسور كومب فيت 76 من شركة أرتوريا. أتمنى يكون عجبكم والفيديو يساعدكم في أنكم تستخدموه وتطلعوا بيه بنتائج أحسن من المزيكا بتاعتكم. سلام.